يشهد مشروع المدينة الصناعية في محافظة جرش تعثرا مستمرا منذ انطلاقه في العام 2015، حيث واجه عدة معيقات وتحديات تمثلت في عدم وضع ميزانيات تتوافق مع الكلف الحقيقية لتنفيذه، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة استملاك الأراضي التي تضاعفت بشكل كبير عندما بوشر العمل بطرح العطاء على أرض الواقع، عوضا عن التحديات الجغرافية والتضاريس الصعبة للمنطقة. الزيارات الحكومية للإطلاع على واقع العمل في مشروع المدينة الصناعية أسفرت عن تشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع بلدية جرش الكبرى لدراسة المشروع وتحويله إلى قرية سياحية أيضا لم يحسم بعد، رغم اعتباره الخيار الأنسب والوحيد أمام محافظة تعتمد في اقتصادها على قطاع السياحة بشكل كبير. ومع التوجه الحاصل من قبل المعنيين في تحويل مشروع المدينة الصناعية إلى قرية سياحية، تبقى محافظة جرش في أمس الحاجة إلى مدينة صناعية تلبي احتياجات سكانها البالغ عددهم قرابة 300 ألف نسمة. يبدو بأن التعثر مستمر ولن ينتهي، سيما مع إنفاق قيمة المنحة السعودية الممولة للمشروع على الاستملاكات والبنية التحتية غير المكتملة حتى اللحظة، وسط توجهات إلى تحويل المشروع من صناعيا إلى مشروع آخر. رغم المطالبات المتكررة باستئناف العمل بعطاء المدينة الصناعية في محافظة جرش منذ سنوات، إلا أن المشروع ما زال يراوح مكانه من دون أي خطوات تذكر أو بارقة أمل تبشر بقرب تنفيذه على أرض الواقع. طالما نبهنا، أنا نبهت كرئيس بلدية إلى الخطأ اللي صار في موضوع الكلف العالية للاستملاك واللي أجهض المشروع وأصبح حجر عثرة أمام أنه يتم استكمال كل كافة البنى التحتية والقطاعات الخدمية اللي ممكن تخدم قيام المدينة الصناعية. ونبهنا أيضا أمام الجميع بأنه المدينة الصناعية يجب أن تتجه باتجاه أن تكون مدينة صناعية تنموية وسياحية، بحيث تخدم قطاعين مهمين في جرش، وهو قطاع الزراعة وقطاع السياحة، من خلال الصناعات التي يمكن أن تخدم هذه القطاعات وأيضا تشغل أكبر عدد ممكن من أبناء المدينة. كل خطاباتنا اللي وجهناها كانت تقابل بالرضا في اجتماعاتنا، ولكن على التنفيذ لم يؤخذ بهذه التوجيهات وما زال الخطأ مستمر. ومع طرح بلدية جرش حلولا تضمن إقامة المدينة الصناعية وتخفيف نسب البطالة في المحافظة وإيجاد بدائل من شأنها الاستفادة من المشروع عبر استثماره لمشاريع تنموية ستترك الأثر الإيجابي على المحافظة، إلا أنه لم يجد الآذان الصاغية لاتخاذ القرار بتحويله أو المضي في مشروع المدينة. أجهضوا هذا المشروع التنموي للأسف تجار وسماسرة الأراضي والمتنفذين الذين كانوا لهم غاية معينة للوصول إلى هذا الهدف اللي احنا فيه أو هذا المرحلة اللي احنا فيها، هم استفادوا شخصيا على حساب مصلحة المواطن والشعب الجرشي بشكل خاص والأردني بشكل عام. راجعنا كثير من المتنفذين والمسؤولين في هذا البلد وطرحنا عليهم أنه لا بديل عن إكمال هذا المشروع، يعني إذا المنحة خلصت ما في فلوس يعني يجب أن نلاقي لها مصاري وفلوس من أي مصدر آخر وأتمام هذا المشروع، لأنه يعود بالخير على أهل جرش وأبنائها. اليوم ما زالت المدينة الصناعية تتخبط، يعني لا في تمويل ولا في رؤية أعتقد واضحة ماذا سيحدث بها. يذكر أن المنحة السعودية الممولة لتنفيذ المشروع والتي بلغت قيمتها 15 مليون دولار ذهبت لاستملاكات أراض بقيمة 7 ملايين دولار وبنية تحتية وصلت لخمسة ملايين دولار، وتبقى المدينة الصناعية بحاجة لقرابة 20 مليون دينار لتشغيلها في حال تم استكمال العمل بها. من المدينة الصناعية في محافظة جرش، زيد خليفات، المملكة. للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف المدير العام لشركة المدن الصناعية السيد عمر إجواعد، وأيضا ينضم إلينا من جرش عبر سكايب رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم. فأهلا بكما. أبدأ من لديك سيد عمر، يعني على ما يبدو بأنه تحويل المدينة الصناعية إلى قرية سياحية فشل أيضا، بذلك كيف سيتم البقاء على ماهية المشروع بأنه مشروع تنموي؟ مساء الخير لكم جميعا في قناة المملكة ومشاهديكم الكرام، وشكرا لاهتمامكم بقضايا الوطن والمواطنين.
حقيقة حمل التقرير قبل قليل الذي سمعت إليه الكثير من المغالطات، وكنا نتمنى أن يقوم مؤدي البرنامج بأخذ المعلومات من مصدرها. مدينة جرش صناعية هي إحدى 4 مدن صناعية باشرت الشركة بتنفيذها منذ بداية عام 2016 في 4 محافظات شملت جرش والسلط ومادة والطفيلة. وقد واجه مشروع مدينة جرش الصناعية العديد من العقبات المالية واللوجستية. وهنا أحب أن أشير أنه ورد في تقريركم أن المنحة الخليجية غطت بحوالي 15 مليون دينار لهذه المدينة، وهذا غير حقيقي. المنحة الخليجية كان جزء من المنحة الخليجية التي تقدر بحوالي 21 مليون دينار، جزء من هذا المبلغ لمدينة جرش الصناعية والباقي للمدن الأخرى بالتساوي تقريبا. فهون إذن أين المغالطة طيب في هذه المعلومات؟ لم تغطي 25% من التكلفة التي تم دفعها لغاية الآن في هذا المشروع، التي قامت بتغطية هذا المشروع لغاية اليوم وقاربت 12 مليون دينار هي شركة المدن الصناعي، وملتزم الآن بتنفيذ عطاء البنية التحتية الداخلية للمدينة، والمشروع والعطاء لا زال تحت التنفيذ ووصل إلى نسبة إنجاز قاربت 90% لتكتمل عناصر البنية التحتية الداخلية للمدينة. طيب أفهم لكن من كلامك بأن زي ما ذكرنا تغيرت مصادر التمويل؟ نعم لا طيب هذا هو جزء المنحة الخليجية التي تقدر بحوالي 21 مليون خصصت لأربع مدن صناعية، كلفة الأربع مدن صناعية بجمالها 78 مليون دينار. تتحمل شركة المدن الصناعية هذه المبالغ، لكن في مشروع جرش عند الدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع والكلف التي ستتحملها المنحة الخليجية أو شركة المدن الصناعية، واجهت هذا المشروع مع بداية التنفيذ عقبات مالية زي ما ذكرنا وعقبات لوجستية. العقبات المالية تمثلت في ارتفاع أسعار الأراضي. نحن كنا مقدرين أسعار الأراضي وحسب الأسعار المعلنة وفي المنطقة وعمليات البيع في هذه المنطقة بحوالي مليون دينار للأرض، ارتفع إلى 4.5 مليون تحملتها الشركة بالكامل. إذن هذا مبلغ على مساحة تقارب 200 درهم فقط، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية من كهرباء. طلبت شركة الكهرباء أن تتحمل المدن الصناعية كامل التكاليف، وكذلك المياه والشوارع الخارجية والخدمات الخارجية لاستكمال مشروع مدينة صناعية متكاملة. أدى هذا إلى حدوث العديد من العقبات أمام المشروع وارتفاع كلفته. هذا الأمر كله هذا لم يكن في عين الاعتبار. الأرقام التي ذكرت في التقرير اعتمد عليها المراسل من رئيس بلدية جرش، وبالتالي هذا مصدر. هذا خليني أكمل لك السؤال، بس معلش بدي أكمل لك السؤال أستاذ عمر. إحنا لما نتحدث عن مدينة صناعية الآن بنحكي عن هذا المشروع من 2016، نحن الآن ب 2021. إذن المدينة الصناعية انتهت، ليس لها وجود، هذا المشروع غير موجود. نحن بحاجة الآن إلى تمويل جديد حتى نتم المشروع. إذا تغيرت مصادر التمويل وحتى الآن 2021 ولا أي جديد على هذا المشروع يذكر، إذا كيف نقول بأنه هذا مشروع تنموي إذا قعد في فترة التنفيذ وفترة التحضير قعد كل هذه المدة؟ ماذا تبقى للمشروع عندما يرى النور؟ هذا إذا رأى النور المشروع لن يجهض تماما. المشروع شأنه شأن المدن الصناعية الأخرى في السلط والطفيلة ومادة، فلا زالت المشاريع تحت التنفيذ. صار في تأخير، بعض التأخير في مدد المشروع نعم، ولكن المشروع قائم. المشروع سيتم مخرجاته تصلح ويمكن الاستفادة منها في أي مشروع تنمو آخر. ورئيس بلدية معنى كلامك مدينة صناعية قائمة أم أنه الترويج لأنه رح يكون هذا المكان لقرية سياحية أو مشروع سياحي بشكل أو بآخر، ملغي ولا رح يضل مدينة صناعية؟ تم عقد عدة اجتماعات وحضر منها سعادة رئيس البلدية المحترم، حضر جزء من هذه الاجتماعات، وقد تم الاهتمام بهذه المدينة بالذات بأعلى المستويات، وتم عقد لقاءات مع دولة رئيس الوزراء السابق والجهات الحكومية المعنية،
وبمشاركة رئيس البلدية ومجلس المحافظة ومؤسسة الإعمار وأصحاب السعادة النواب الحاليين والسابقين والأعيان لتدارس هذا الموضوع. زي ما ذكرت في بداية حديثي واجه هذا المشروع عقبات مالية ولوجستية، وتم الاتفاق لو سمحت تم الاتفاق على استثمار الخدمات والموجودة في الموقع المدينة الصناعية اليوم وما مخرجات المشروع العطاء لتدارس إنشاء مشروع تنموي. لم يحدد هذا المشروع لغاية اليوم، لم يحدد ما هي ماهية هذا المشروع. طيب المشاكل المالية لها علاقة في الاستملاكات، المشاكل المالية لها حلول. المشاكل شو هي الحلول؟ ممكن البحث عن مصادر تمويل، ممكن من خلال إدخال حسب طبيعة المشروع التنموي بالتشارك سواء مع البلدية أو مع وزارة البلدية نفسها أو مع الجهات المعنية الأخرى في مجال السياحة، أو يكون مشروع عدة خيارات تم طرحها وعدة بدائل. تم آخر اجتماع قبل شهر تقريبا في مكتب معالي وزير الصناعة والتجارة وبحضور نواب المحافظة، تم الاتفاق على تشكيل فريق فني متخصص، فريق عمل يدرس كافة الخيارات المطروحة وللخروج بآلية للاستفادة من هذا المشروع. طب أنت ذكرت في بداية حديثك بأنه ارتفاع أسعار الأراضي كان له السبب والعامل الأكبر كان العامل الأكبر بالعوائق المالية. طيب بدراسة الجدوى، عندما تم وضع دراسة الجدوى ودراسة المشروع، ما كانش هذا الموضوع في عين الاعتبار، خصوصا أنها منطقة نائية ومن الطبيعي ارتفاع أسعار الأراضي فيها؟ ليه تم الآن تعليق المسؤولية على أكتاف أخرى من البداية؟ لماذا لم يتم دراسة كل العوامل بمشروع صناعي مثل هذا المدينة الصناعية، ومنحكي عنه مشروع تنموي مستدام ليس لسنة وسنتين وليس لخمس سنوات فقط؟ حقيقة وبكل شفافية، نحن نتحدث عبر قناة المملكة بشفافية، وأنا سبق في قبل عام تقريبا من خلال منبركم الكريم تحدثت عن هذا الموضوع. كافة الدراسات الجدوى الاقتصادية تتحدث عن تقديرات دائرة الأراضي وتقديرات مكاتب العقارات في المنطقة، تتحدث عن أسعار أراضي لن تتجاوز في حدها الأقصى 1,000,000 دينار لهذه المساحة. طيب إذا ارتفع ارتفعت الأسعار إلى 4,000,000، ليه ما تم طرح خيار أن تستملك الدولة هذه الأراضي، يكون على حساب الدولة مش على حساب المشروع؟ مشروع تنموي هذا يخدم البلد ويخدم الكل. تم أخذ هذه الأراضي عن طريق الاستملاك، وهذا هو الذي جعل الأرض ترتفع، لأنه ما قصدته استملاك ليس على حساب المشروع إنما على حساب الدولة. هذا الموضوع ليس يتعلق بحساب الدولة على حساب شركة المدن الصناعية. المشروع ستي هو عملية متكاملة، كامل التكاليف فيه سواء مولتها الدولة أو شركة المدن الصناعية. شركة المدن الصناعية مملوكة 65% من الدولة. نعم. طيب يعني هذا لا يعني بأي حال من الأحوال إذا استملكتها الدولة أن تخفف الكلف. الدولة ساهمت من خلال المنحة الخليجية بحوالي 3.5 مليون دينار. اليوم الكلفة وصلت 12 مليون، في كلف غير الآن تظهر لدينا بشكل كبير، وأيضا في عقبات لوجستية. العقبات اللوجستية تتعلق في جانب البيئة وجانب الشوارع الخارجية وموضوع ربط الكهرباء، هذه كلها عوامل. طيب اسمح لي أنتقل لمحافظ جرش رائد العتوم، أهلا بك معنا بمجلس رئيس مجلس محافظة جرش بمجلس المحافظة. لديكم الحلول اللي طرحتوها لحتى يتم إنشاء هذه المدينة الصناعية اللي بكل الآراء اللي استطلعناها الجميع يرى بأنه هذا المشروع أجهض وهذا المشروع لن يرى النور، ما الوعود التي تلقيتموها في هذا المشروع تحديدا؟ سيدتي قبل لا نتحدث عن الوعود اللي تلقيناها، احنا طبعا عتبنا على عطوفة عمر بك رئيس المدن الصناعية أو مدير المدن الصناعية أنه تحدث بحديث وتحدث أنه كان هنالك مغلوطة بالتقرير. العكس
التقرير طبعا المدينة الصناعية هي حلم لكل جرشي، كل أبناء جرش يحلم أن تقام هذه المدينة الصناعية حالها حال باقي المدن الصناعية التي تم إنشاؤها وتنفيذها في المملكة أو في المحافظات التي تحدث عنها عطوفة. ولكن إذا تحدثنا كما تحدث عطوفة المدير المدن الصناعية، هنا نجرد الحكومة من مسؤولياتها أو نعفي الحكومة من مسؤولياتها. هنالك مسؤوليات مباشرة على الحكومة، كان هنالك منحة والمنحة لم تكفي، يجب على الحكومة أن تكمل المشروع التي تم طرحه أو طرح عطاؤه. وإذا تحدثنا أيضا عن سعر الأراضي، لماذا لم يتم ارتفاع سعر الأراضي في المحافظات الأخرى ولكن السياسة التي اتخذت في جرش كانت مغلوطة من الأساس وكانت هي سياسة الاستملاك، وباقي المحافظات تم شراء قطعة الأرض شراء مباشر، الدلم فعلا ب6000 دينار. ما الذي يفرق الشراء عن الاستملاك؟ الاستملاك يتضاعف الرقم لأضعاف مضاعفة، لأن الاستملاك بقرار من المحكمة، ونحن دائما احنا نقر ونثق بجهازنا القضائي، ولكن من يلتجئ إلى المحكمة يأخذ السعر مضاعف لأنه حسب التقدير من خبراء من بيكونوا من الأراضي وعن طريق المحكمة. لكن الشراء سعر الدلم هناك كان 6000 دينار فقط لا غير، ولكن هنا احنا نحمل المسؤولية للحكومة وللمدن الصناعية. 6000 لمليون لأربعة مليون؟ نعم. أنا ما هذا الواقع اللي حاصل في محافظة جرش. جرش هي الأقل حظا، هي الأكثر بطالة، هي الأكثر تعثرا في المشاريع، ودائما هي المطية التي دائما تكون حقل للتجارب. حقل للتجارب عن باقي المحافظات، ونحن كلنا أبناء وطن، وكل محافظة تعني أبناء الوطن. طيب أنتم في مجلس المحافظة كيف تنظرون للآن؟ طيب كيف تنظرون لهذا المشروع نظرا لكل المعطيات اللي من خلالها تعثر المشروع؟ لا على الرغم من إصرار أستاذ عمر إنه هو يعني ماشي أمور المشروع. ننظر للمشروع أنه وئد قبل أن يرى النور، ولكن أبناء جرش ليس ذنب أبناء جرش. أبناء جرش من حقهم أن تكون هنالك مدينة صناعية، يستحق جرش، تستحق أن يكون هنالك مدينة صناعية. نحن في محافظة جرش أو مجلس المحافظة نسعى لزيادة خطوط الإنتاج، والمدينة الصناعية تستوعب ما يقارب 2000 أيدي عاملة. إذا خففنا 2000 أو زدنا 2000 موظف من أبناء جرش خففنا من البطالة بنسبة كبيرة، ولكن أن تؤد المدينة. طيب طرحتم مثلا فكرة أن يتم استملاك الأراضي أو إقامة المشروع أساسا على أراضي خزينة وليس استملاك مثلا، أليس هذا حلا لإقامة المشروع؟ له علاقة في الأراضي الخزينة بأنها مثلا بعيدة، أو المدينة الصناعية يجب أن تكون في هذا المكان تحديدا دون عن غيره؟ لن أعلق على هذا الموضوع لأنه فات الأوان سيدتي. إحنا الآن المدينة الصناعية قائمة وقائمي قيد التنفيذ، ولكن إحنا ما نأمله من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه المدينة الصناعية، وأن يتم إنشاء أو القيام بأعمالها في هذه المدينة الصناعية وإنشائها بالكامل، حتى أبناء جرش يعود النفع عليهم من هذه المدينة الصناعية. نحن التقينا لأكثر من مرة كمجلس محافظة، التقينا بوزير الصناعة والتجارة، التقينا مدير المدن الصناعية، ومدير المدن الصناعية العذر الوحيد الذي يتحدث به هو أن أصبح دلم الأرض في المدينة الصناعية 120 ألف دينار، وإلى أن تنتهي المدينة الصناعية من الإنجاز أو ينتهي إنجازها يصبح دلم الأرض 200 ألف دينار. من المستثمر الذي يأخذ دلم ب 200 ألف دينار والدلم بجانب المدينة الصناعية بمحادد إلها سعره 10,000 دينار؟ من المستثمر الذي يقبل هذا؟ لكن أنا أرى حلا للحكومة أن تساهم في إنهاء هذا المشروع إكراما لجرش وأبناء جرش، حالها حال باقي المحافظات. كل المدن الصناعية التي طرحت على المنحة
في المملكة تم إنجازها أو تم إنشاها واكتملت باستثناء محافظة جرش تعثرت، وأن يتم إنهاء هذا المشروع لتشغيل أبناء المحافظة، وحتى لو كان على خزينة الدولة. وإذا أردنا تسويقها للمستثمر أن يكون حتى لو كانت بقيمة صفرية، أن يتم تسليمها للمستثمرين لفتح قطاعات صناعية في محافظة جرش تشغل أبناء المحافظة. طيب برأيك هذا المشروع متى من المتوقع أن يقام؟ متى من المتوقع أن يبدأ؟ الفرص للعمل التي ستتوفر من هذه المدينة في حال إقامتها، هل فعلا ستغطي حاجة محافظة جرش من موضوع البطالة ومعاناتها من موضوع البطالة؟ سيدتي، أنا لست متفائلا بمتى سينجز هذا المشروع، ولا أعلم متى. هو صاحب الصلاحية وصاحب المسؤولية هو طوفة المدير العام، هو اللي بيقدر يجاوب على السؤال هذا متى يكمل، أو الحكومة هي اللي بتجاوب متى سيتم الانتهاء من هذا المشروع. لكن مشروع المدينة الصناعية يستوعب 2000 فرصة عمل، إذا خفف نسبة كبيرة من البطالة في المحافظة، أعال 2000 عائلة، خلق تنمية مستدامة في المحافظة. فهذا ما نسعى إليه لتشغيل أبنائنا في محافظة جرش. فكلنا نطمح كأبناء محافظة جرش، سواء كان مجلس محافظة أو بلدية أو أي جهة أي مؤسسة مسؤولة، الهدف هو تشغيل أبناء المحافظة، لأنه جلالة سيدنا الله يحفظه هو عندما أطلق الخطة الشمولية طلب أو أمر بأن يكون هناك زيادة لخطوط الإنتاج لتشغيل أبناء المحافظة. لكن إحنا مجرد ما وصل المشروع عندنا، أو مجرد ما وصل المشروع لمحافظة جرش، كثير من المشاريع صدقا تتعثر. أشكر وجودك معنا الحظ من جرش عبر سكايب، لكن نتمنى العطوف. للأسف الصوت يعني عم يتقطع. أشكر وجودك معنا من جرش عبر سكايب، رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أعود لك أستاذ عمر، يعني الآن ما الذي يمنع من تجهيز هذا المشروع وطرحه للاستثمار، إن كان مستثمرين محليين أو خارجيين؟ لنتفق أول كل الاحترام للأستاذ رائد، موضوع اللي طرحه شيء جميل، ونحن نتفق معه بأن المشاريع المدن الصناعية سواء في كل محافظات هدفها لها نفس الهدف، هو مشاريع تنموية، جذب استثمار وتوفير فرص العمل. وحقيقة ما ميز جرش وجعل مدينة جرش الصناعية عن غيرها من المدن في قضية الاستملاك، أن الشركة كانت لديها أراضي مشتراة منذ سنوات قديم في محافظات زي السلط ومادبة والطفيلة، فلذلك لم نواجه مشكلة الأراضي في المحافظات الأخرى، واجهناها في جرش كذلك الأمر. ولن ندخل في موضوع الأسعار، لأن هذه الأسعار قدرتها محاكم، ونحن نحترم القضاء وبذلنا جهد مع ولكن مسألة الاستملاك سيد عمر، يعني كان لازم تتم قبل الإعلان عن المشروع مش بعد الإعلان عن المشروع، عشان هيك الأسعار بترتفع. الاستملاك يجب بالنسبة لمسألة الاستثمار، جاوبني على مسألة الاستثمار، متى سيتم تجهيز المشروع حتى يتم طرحه بشكل كامل؟ موضوع المشروع المدينة الصناعية لن يستمر في هذا الاتجاه، زي ما ذكرت هناك عقبات مالية، عقبات لوجستية. الاستمرار في مشروع بهذه الوتيرة سيؤدي حتما إلى إنشاء مشروع لن يحقق الهدف المرجو منه واستقطاب الاستثمارات. لذلك تم الطرح، وهنا أؤكد على الأستاذ رائد والأخوة المشاهدين بأن الحكومة الحالية أو السابقة لم تتخلى عن مسؤولياتها، بدليل الاجتماعات المتواصلة وفرق العمل وكل الجهات المعنية في الاستثمار من وزارة صناعة، هيئة الاستثمار، وزارة البلديات، وزارة السياحة، تدرس المشروع بجدية وتعاون وتنسيق مع هذا ما تم الاتفاق عليه في آخر اجتماع مع نواب المحافظة للخروج بمشروع تنموي. عندما نتفق على المشروع التنموي سيتم المباشرة في استكمال عناصر هذا المشروع.
من خلال طبعا أكيد استثمار ما يسود توفر اليوم من بنية تحتية داخل أرض المشروع، شوارع، شبكات. شكرا لوجودك معنا المدير العام لشركة المدن الصناعية أستاذ عمر جواعد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.